شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج باب الريان. في هذه الحلقة لدينا عدد من الأسئلة المتنوعة سنوجهها لكم أنتم مشاهدين الكرام، وللإجابة على هذه الأسئلة يمكنكم الاتصال على هذا الرقم 54181 54181. ونذكركم أن هناك جوائز نقدية بقيمة 500 ريال مقدمة من قناة الريان لأصحاب الإجابات الصحيحة. وبعد الإجابة ومثل ما تعودنا راح نتناقش في تفاصيل هذه الإجابات مع ضيوفنا ومشايخنا الكرام. ولا أنسى في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة المشايخ المتواجدين معنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين عثمان. حياك الله وبياك شيخ بدر. حييك وحيي المشاهدين على أرجاء المعمورة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا. اللهم آمين. حياك الله يا شيخ بدر. وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور تركي عبيد المري. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله الشيخ معاذ، وحييك وحيي ضيفك الكريم وحيي المشاهدين. إن شاء الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا مشايخنا. وعنوان حلقتنا اليوم أيضا من العناوين إن شاء الله المهمة، ودنا أيضا يكون رمضان منطلق لنا في مثل هذه العبادات التي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واصفا حال من اتصف بهذه العبادة، يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن عن ذكر الله سنتحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله عز وجل. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فسنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن ذكر الله عز وجل. ولكن قبل أن نبدأ بتمهيدنا في هذه الحلقة نطرح لكم السؤال الأول. يقول السؤال: ورد في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فهل يحصل هذا الأجر لمن قال هذا الذكر دون تحريك شفتيه؟ أعيد السؤال مرة ثانية. يقول السؤال: ورد في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فهل يحصل هذا الأجر لمن قال الذكر دون تحريك الشفتين؟ الإجابة ننتظرها منكم. ونرجع أيضا إلى موضوع حلقتنا، موضوع ذكر الله تبارك وتعالى. لا شك أن الله أعد أجورا عظيمة لمن ذكره، فلعلنا شيخنا نفتتح حلقتنا بالحديث عن هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. وحقيقة إن من عباد الله من إذا رأيتهم ذكرت الله، كما قال بعض السلف: كان إذا رؤي فلانا ذكر الله. وإن شاء الله بذكر ورؤية أخونا الشيخ الدكتور عبيد ورؤية محياك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. يعني قال: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأهل خاصته إن شاء الله تبارك وتعالى. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. العلامة ابن كثير يقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ذكر الله أعظم من ذلك كله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك ابن القيم عنده كلام لطيف
يقول أفضل الصائمين أكثرهم لله ذكرى، أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرى، أفضل المتصدقين أكثرهم لله ذكرى، أفضل المجاهدين أكثرهم لله ذكرى، أفضل التالين أفضله، كل عمل صالح أفضل إنسان فيه الذي يذكر الله كثيرا. الله، لأن العبادات المتعلقة بأن توصلك إلى هذا المقصود، وأعظم مقصود هو ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. والله تعالى يقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بذكر الله وحده يطمئن قلبك. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس، لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا لست أعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسيء، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذن في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كان يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، بل حتى نومه ذكر لله عز وجل، وقيامه ذكر لله عز وجل، ومشيه ذكر لله عز وجل، وجهاده ذكر لله عز وجل، فكل أعماله صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل، لأنه أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. وحينما جاء إلى أبي ابن كعب رضي الله عنه وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم تكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين، هذه الصورة العظيمة، قال وسماني لك الله؟ الله جل جلاله عم نواله الجبار المتكبر المتعالي ذكر عبدك أو عبده الصغير أبي فبكى وقال وسماني لك الله؟ قال نعم، وحق له أن يبكي، وكلنا يتمنى أن لو كان مكان أبي حتى يبكي ذلك البكاء الذي هو رفعة ومنزلة عظيمة ليعطيها الله لمن يشاء من عباده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جزاك الله خير يا شيخ بدر على هذه المقدمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذكرونه في جميع أحوالهم. آمين يا رب. شيخ تركي أيضا إذا كان هناك أيضا تعقيب في هذه أو في هذا الموضوع أيضا. جزا الله خيرا الشيخ بدر على ما أفاد، ويعني حقيقة الشيخ بدر تناول الكلام عن الذكر بأسلوبه المعهود. ذكر الله عز وجل هو مقصد العبادة، الله عز وجل حين شرع العبادات إنما شرع هذه العبادات من أجل إعلاء ذكره سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل جعل لما كان الذكر مقصودا جعل رتب هذه يعني الأجور العظيمة على هذه الأذكار، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله في سائر أحواله، بل إن الله عز وجل قد لفت عباده إلى أن يذكروا الله حتى في حال مقارعة الأعداء في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله تعالى من شأنه أن يثبت القلوب، من شأنه أن تطمئن له القلوب، من شأنه أن يكون بعده الفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى هو الخير كله، وذكر الله تعالى لك أن يعني أن تتخيل هذا المشهد، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأنت الله عز وجل يذكرك يسميك ويذكرك حين تذكره سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله تعالى من يعني العبادات العظيمة التي رتب الشارع عليها يعني أجورا وكنوزا وحسنات عظيمة، وقد يستغرب الإنسان كيف لهذه العبادة اليسيرة أن يرتب الشارع عليها هذه الأجور العظيمة، لأنها مقصودة، لأن هذا الذكر الذي هو اللسان هذه الألفاظ إنما هي قوالب المعاني، وهذه المعاني إنما تكون من القلب،
فإذا ذكر الإنسان في الأصل، إذا ذكر الإنسان الله في قلبه، معناه أن هذا المذكور قد مر على القلب. صحيح. فحين يذكره بلسانه معناها أنه مر على قلبه، فلذلك كان الذكر اللساني وسيلة يستعين بها الإنسان على ذكر القلب، على ذكر القلب لله سبحانه وتعالى. والذكر في اللغة يطلق على ذكر القلبي، والذكر يطلق على القلبي واللساني. فأنت حين تذكر الله بلسانك معناها أن هذا المعنى قد مر على قلبك قبل ذلك. فإذا واطأ القلب اللسان كان ذلك معينا لك على تحقيق مقامات العبودية وتحقيق هذه الأجور العظيمة التي رتبها الشارع على ذكر الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا شيخ تركي، وجزاك الله خير أيضا يا شيخ بدر يعني على هذه المعاني الجميلة اللي صراحة يعني تكون في هذه العبادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. معنا اتصال للإجابة على السؤال الأول. السلام عليكم. جواهر معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافية ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك، والله يعافيك يا جواهر. جواهر السؤال يقول: ورد في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هل يحصل الأجر لمن قال هذا الذكر دون أن يحرك شفتيه؟ يعني وهو ساكت قاعد يذكر، يحرك شفتيه، يعني لازم يحرك شفتيه، إذن هو لا يؤجر على هذا الفعل. فمبروك عليك 500 ريال، هذه هي الإجابة الصحيحة، وراح يتواصلون معاك بإذن الله الأخوة في قناة الريان لاستلام هذه الجائزة. ألف مبروك يا جواهر. إذن نطرح عليكم أيضا السؤال الثاني لهذه الحلقة. يقول السؤال: هل تعتبر قراءة القرآن الكريم من ذكر الله تعالى؟ أعيد السؤال مرة ثانية: هل تعتبر قراءة القرآن من ذكر الله تعالى؟ أيضا ننتظر إجابتكم على هذا السؤال ونرجع نفصل في سؤالنا الأول. شيخ تركي، موضوع تحريك الشفتين في الأذكار وخاصة مثل الأذكار الواردة هذه، هل يجب أن يحرك الواحد شفتيه لكي يأخذ هذه الأجور المعدة؟ نعم، المقصود هو ثبوت الأجر المخصوص في هذا الحديث، هذا هو المقصود. نعم. كذلك نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال، والقول إنما يكون باللسان. صحيح. فلذلك اعتبر فيه أن يكون هنالك حركة للسان أو للشفتين، أن يكون هنالك حرف خرج من الفم وليس مجرد يعني حديث النفس. جميل. فلا بد إذن من أن يكون هنالك كلام، قول، حتى يترتب عليه هذا الثواب المخصوص. لكن لا يعني هذا عدم ثبوت الأجر لمن ذكر الله في نفسه. أحسن. جميل. ونعم يؤجر على هذا الذكر لأنه يذكر الله أيضا. صحيح. وبل إن الذكر القلبية يعني الذكر اللساني يعني وسيلة لتحصيل هذا الذكر القلبي. جميل. يعني هو المقصود أصلا. صحيح. يعني بتحريك اللسان أن يواطئ اللسان القلب، ولكن لما كان هذا الحديث وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال فعلمنا أن هذا يجب الثواب، أن هذا الثواب المخصوص في الحديث معتبر فيه النطق اللساني. جميل. وأما شأن الذكر القلبي فلا شك أن الذكر القلبي أيضا يثاب عليه الإنسان، ولكن ليس هذا الثواب المخصوص الذي رتبه الشارع على القول. يعني خلنا نقول مثلا إذا واحد قال هذا الذكر في قلبه سينال الأجر، لكن لن ينال الأجر المذكور في الحديث. نعم. الأجر المخصوص غرست له نخلة في الجنة وشجرة في الجنة. أي نعم. جميل. ونلفت هنا إلى يعني أنه من المهمات حقيقة لا يكون هذا الذكر ذكر لسان متجردا عن حضور القلب، لأن هذا الذكر اللساني حين يتجرد عن حضور القلب يفقد معناه، لأن المقصود هو ماذا؟ هو إحضار المعاني في القلب. صحيح. فلما كان النطق اللساني معينا على إحضار هذه المعاني في القلب جعل الشارع هذه الذكر اللساني جعله مقصودا، لأنه وسيلة لتحصيل هذا حضور القلب، وهو المقصود، هو المقصود أصالة. ولذلك تجد الفقهاء أحيانا يقولون يعني يستحب له أن يسر بنيته. لماذا؟ لأن الإصرار بالنية أعون على حضور المنوي في القلب. صحيح. أنه معين له على حضور هذا المنوي في القلب، ويعني حضور هذا المنوي عن طريق النطق اللساني
سببه أن اللسان حين ينطق أولا لابد أن يمر المعنى على إيش؟ على القلب قبل أن ينطق به اللسان. صحيح. فلا ينبغي أن يكون اللسان في الإنسان في ذكره يعني غير حاضر القلب، بل ينبغي أن يكون هذا الذكر اللساني معينا لحضور هذه المعاني في قلبه، فيستعين بالذكر اللساني على حضور الذكر القلبي الذي هو مقصود الذكر أصالة. جميل جميل. يحضرني هنا معنى لطيف، الله يجزاك الخير يا دكتور، مسألة القلب كثير من الناس يغفلوا عنها. محمد بن سوار وهو طفل صغير عمره 3 سنوات قال خالي، شوف الخال، نعم الخال، الخال والد، قال علمني كلمات، قال يا بني قل الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع أو يحفظني، قال قلها بقلبك استمر فيها. قال فاستمريت فيها دهرا من الزمان. بعد فترة قال له الآن قلها بلسانك. بعد عمر 7 سنوات قال له خلاص الآن استمر فيها ما حييت، بعد أن مرت على قلبك، بعد أن غرسها في قلبي ومرت على لسانك، قال ستجدها حينما تدخل قبرك. الله. وقد كان زع صيته إلى أن يرث الله الأرض عليها. معاني جميلة صراحة في الذكر وفي استحضار أيضا الأذكار التي يعني ننطق بها والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن لكل ذكر من هذه الأذكار معاني يعني عميقة كبير جدا تحفظ الإنسان، وربما إن شاء الله نتطرق إلى مثل هذه أيضا الأدعية وهذه التفاصيل خلال هذه الحلقة. معنا اتصال للإجابة على السؤال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا ليلى. بارك عليكم، ما تبقى من الشهر علينا وعليك، تبارك الله يجزاك خير. ليلى السؤال يقول هل تعتبر قراءة القرآن من ذكر الله عز وجل؟ نعم تعتبر، وهي أفضل الذكر. أحسنتي، هذه هي الإجابة الصحيحة، ومبروك عليك أيضا 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. إذا نطرح عليكم أيضا مشاهدينا السؤال الثالث. يقول السؤال ما هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة وهي أفضل الذكر؟ أعيد السؤال مرة ثانية، ما هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة وهي أفضل الذكر؟ أيضا ننتظر إجابتكم على هذا السؤال. نأخذ فاصل الآن في هذه اللحظات ونرجع بإذن الله لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد. ومعنا أيضا السؤال الثالث في هذه الحلقة، اللي هو ما هو أو ما هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة وهي أفضل الذكر؟ معنا اتصال. السلام عليكم، معنا اتصال من أصيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أصيلة. الله يحييك، مبارك عليكم الشهر. أعلن وعليش، تبارك الله يجزاك خير. يقول السؤال ما هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة وما وهي أفضل الذكر؟ لا إله إلا الله. أحسنتي، هذه هي الإجابة الصحيحة، وألف مبروك أيضا 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. السؤال الرابع يقول ما هو الذكر الذي إذا قاله العبد في يومه وليلته ومات دخل الجنة؟ أيضا ننتظر إجابتكم على هذا السؤال، وحنا نرجع نفصل في أسئلتنا اللي موجودة. شيخ بدر الدين، عندنا السؤال الثاني، وهو هل تعتبر قراءة القرآن الكريم من ذكر الله عز وجل؟ بل هي أجابت، قالت هو من أفضل صحيح الذكر. قبل ذلك لا 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 الصبي هو سهل بن عبد الله التستري وخاله محمد بن سوار، بس للتنبيه. جميل. كان يقول له قل الله معي، الله شاهدي، الله ناظري. جميل. وقال استمر على هذا دهرا من الزمان. جميل، الله يفتح. أفضل الذكر كلام الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحب كلامه، وكلامه يحبه أهل الإيمان. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
قالوا ذلك وهذا كلاهما اسم إشارة، ذلك للبعيد وهذا للقريب. فلماذا قال ذلك الكتاب؟ قالوا إلى إشارة إلى علوه ومكانته وعظمته، وكيف لا يكون عظيما وهو كلام العظيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا، جاء النبيون بالآيات فانصرمت تلاشت واضمحلت، وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته، كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. فالقرآن الكريم يحيي هذه القلوب الميتة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنحن نقرأ القرآن غضا طريا كما أنزله الرحمن حتى ننال تلك الأجور العظام. والسلف كما قلت كانوا يتبارون في هذا، ولا سيما ونحن في شهر القرآن. أقول لمن لم يفتح المصحف بعد أو لم يختم، اجتهد أن تختم. ذهب أكثر من الثلث وبقي أقل من الثلثين، وفيهما الخير الكثير، فيه العشر وفي العشر الوتر وليلة القدر، فلنجتهد حتى ننال هذه الأجور. وكما تعلمون يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. وقال صاحب الشاطبية وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. صلى الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم يعني مفتاحا للاستزادة من ذكر الله تبارك وتعالى، ومفتاحا أيضا لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى والاستمرار عليه والاجتهاد فيه على مدار الأيام في هذه السنوات. فضيلة الشيخ تركي، عندنا السؤال الثالث، ما هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة؟ وأجابت الإجابة الصحيحة هي لا إله إلا الله. لماذا كانت هذه الكلمة العظيمة هي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة؟ نعم، هذه الكلمة هي الكلمة التي يعني يدخل بها المسلم إلى هذا الدين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. صحيح. بهذه الكلمة يفارق المسلم الشرك والكفر ويدخل في الإسلام. الله. فهي الفرقان بين الـ 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 أو الـ بين الحق والباطل، وهي الكلمة التي يدخل بها المسلم إلى هذا الدين. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة، وفي حديث صاحب البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وقد نشرت سجلات له 99 سجلا كل سجل مد البصر، لا إله إلا الله، فيقرره ربه على هذه السجلات وعلى هذه الذنوب والمعاصي، فيقول أو ظلمك ربك؟ فيقول لا يا ربي. فيقول أو ظلمك كتبتي الحافظ؟ فيقول لا وربي. لا إله إلا الله. فيقول فهل لك من شيء؟ فقال لا يا ربي. فقال بلى، إن لك عندنا كلمة. فيؤتى ببطاقة وقد كتب فيها كلمة لا إله إلا الله. فتنشر هذه البطاقة وتوضع في الميزان، فتطيش بها هذه السجلات وتثقل كفة هذا الميزان، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أحسنت. ولذلك فهي كلمة عظيمة، وهي أثقل يعني هذه الكلمات، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فالتهليل وكلمة التوحيد هي من أعظم الكلمات ومن أفضلها عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير فضيلة الشيخ تركي على هذا الشرح وعلى هذا التفصيل. وأيضا عندنا السؤال الرابع، هل عندنا أيضا متصل الإجابة على هذا السؤال؟ السلام عليكم يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا إبراهيم، حياك الله. يا حي الله يحييك.
الله يحييك وجزاك الله خير. يقول السؤال: ما هو الذكر الذي إذا قاله العبد في يومه وليلته ومات دخل الجنة؟ نعم هو سيد الاستغفار. أحسنت، هذه هي الإجابة الصحيحة، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بيتواصلون معك بإذن الله الأخوة لاستلام هذه الجائزة. أيضا نطرح السؤال الخامس، يقول السؤال: ما هو الذكر الذي إذا قاله العبد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟ إذن أعيد السؤال مرة ثانية، ما هو الذكر الذي إذا قاله العبد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟ أيضا ننتظر أيضا إجابتكم على هذا السؤال، ونرجع إحنا أيضا إلى الشيخ بدر الدين على السؤال الذي طرحناه: ما هو الذكر الذي إذا قاله العبد في يومه وليلته ومات دخل الجنة؟ وجواب الإجابة الصحيحة هو دعاء سيد الاستغفار. يا سلام، هذا دعاء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء حين يصبح موقنا به حتى يمسي ثم مات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به حتى يصبح دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حقيقة فيه لطائف ورقائق. ابن القيم يقول: ليس العجب من عبد يتذلل لمولاه ولسيده ولمن يعطيه كل شيء الله، بل قال: العجب من سيد كريم متفضل على عباده بالتوفيق والرحمة والسداد والتوفيق وكل هذه المعاني. سبحان الله، نحن حسبي أني عبد يحتفي به بلا مواعيد ربه. أنت تريد تذكر الله أذكر الله، تريد تناجي الله صلي أي وقت، صح، تدعو الله سبحانه في أي وقت. الآن مسؤول من المسؤولين تقابله لازم مواعيد، قال: حسبي أني عبد يحتفي به بلا مواعيد رب. الله أكبر، الله أكبر. الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر. فنحمد الله عز وجل على هداية الإيمان، على هداية التوفيق، على هداية السداد. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنت عبد لله عز وجل، فاحذر أن تكون عبدا لسواه. الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ بدر الدين. أيضا شيخ تركي، إذا جينا نتكلم يعني عن هذه المعاني العظيمة في الأذكار، لا شك أن لها يعني أثر كبير على النفس، خاصة احنا عندنا يعني لو من أول ما يقوم الواحد من فراشه هناك أذكار. yes. الاستيقاظ من النوم، قبل الوضوء، الانتهاء من الوضوء، دخول المسجد، الخروج من المنزل، دخول المنزل. لا شك أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا مثل هذه الأذكار إلا لأن لها تأثيرا على أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأذكار ستصلح هذه النفس. لا شك في ذلك، الله عز وجل قد بين ذلك: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا يعني يعني الأصوليون يسمون هذا المسلك مسلك التعليل بالنص، بذكر الله تطمئن القلوب. لا، وأيضا في تقديم المعمول هنا إفادة الاختصاص، أي بذكر الله لا بذكر غيره تطمئن القلوب. بهذا السبيل تطمئن القلوب، وكذلك تحيا القلوب: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك كان حال المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الله تعالى لا شك أنه من ما يعني يثبت القلب أيضا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يقول بعض العلماء إن الجمع بين هذا وذاك يدل على أن لذكر الله تعالى دورا في تثبيت المؤمنين،
فكان ذلك مما يوصى به المؤمنون عند الجهاد أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن التكبير ومن التهليل، فإن ذلك من شأنه أن يثبت القلوب. فذا شك أن ذكر الله تعالى له وقع في نفس المؤمن، لأن الإنسان حين يذكر هذه المعاني ويمررها على قلبه فالقلب يزول منه هذا الصدأ الذي يعلو القلب. فذكر الله كالجلاء ورد في الحديث اللي هو أن لكل شيء استقالة، معنى الحديث لكل شيء استقالة واستقالة القلوب ذكر الله، ذكر الله. نعم. فنسأل تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقي نفوسنا وأن يجعلنا ممن تكون ألسنتهم رطبة بذكر الله دائما وأبدا. إذا معنا اتصال للإجابة على السؤال الخامس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا آلاء. هلا او هلا، حياك الله يا هلا. يا اهلا يا مرحبا. يا السؤال، سبحان الله وبحمده مره، احسنتي، هذه هي الاجابه الصحيحه ومبروك عليك ايضا 500 ريال مقدمه من قناه الريان، باذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزه. ألف مبروك عليك هذه الجائزه. يقول ايضا سؤالنا السادس، ما هو وقت اذكار المساء؟ يقول السؤال، ما هو وقت أذكار المساء؟ أيضا فكروا في إجابة هذا السؤال، وإحنا أيضا نرجع نتناقش أيضا في أسئلتنا الموجودة في هذه البرنامج. شيخ تركي، أيضا الذكر الذي إذا قاله العبد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده 100 مرة. نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة هي من أعظم الكلمات، وتسبيح مما أمر به الشارع وحث عليه. لكن هنا ننبه إلى أن هذا الثواب مقيد بتكرار التسبيح 100 مرة. جميل. وهل المراد بالتسبيح هنا أن يكون في مجلس واحد أو يجوز حتى لو كان في أكثر من مجلس؟ كن متفرع. يعني ظاهر الحديث الإطلاق، ولذلك قال بعض الشافعية العلامة الطيبي في شرحه على مشكات المصابيح، يقول أن ظاهر هذا الحديث يقتضي الإطلاق، أنه لو قال 100 مرة سواء في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فإنه يثبت له هذا الثواب إن شاء الله تعالى. جميل، جزاك الله خير. أيضا شيخ، يعني غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هل هذا يشمل جميع الذنوب أو هناك تفصيل أيضا؟ لا، المقصود هنا بالذنوب الصغائر، وأما الكبائر فقد استفاضت النصوص بأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. جميل. نعم، جزاك الله خير يا شيخ تركي. أيضا إذا يعني نقول الله سبحانه وتعالى من رحمته يعني علمنا كيف أن احنا نستغفر ونتوب من هذه الذنوب، فعندنا مثل هذه الأذكار يعني يغفر الله تبارك وتعالى بها صغائر الذنوب وكبائر الذنوب تحتاج إلى توبة. ومثل ما ذكر في حلقات سابقة أن باب التوبة مفتوح دائما وأبدا ولا يغلق إلا إذا بلغت الروح الحلقوم. إذا مشاهدينا الكرام، نطرح عليكم أيضا هذا، نطرح ونذكركم بالسؤال، ما هو وقت أذكار المساء؟ وناخذ إن شاء الله بإذن الله الاتصال بعد هذا الفاصل بإذن الله، نرجع لكم لاستكمال هذه الحلقة والإجابة على السؤال السادس. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا لكم بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى من حلقة برنامج باب الريان. معنا اتصال الإجابة على السؤال السادس. السلام عليكم يا مجدي. السلام عليكم. حياك الله يا مجدي. يا مرحبا. يقول السؤال، ما هو وقت أذكار المساء؟ يستحب أداها بعد العصر أو بعد المغرب، الأمر واسع، حين تزول الشمس تخلى وقت أذكار المساء. أحسنت، يلا هذه هي الإجابة الصحيحة، مبروك عليك أيضا 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. يقول السؤال السابع، ما هو أفضل الذكر في ليلة ويوم الجمعة؟
أعيد السؤال، ما هو أفضل الذكر في ليلة ويوم الجمعة؟ أيضا ننتظر الإجابة منكم ونناقش أيضا سؤالنا السادس مع مشايخنا الكرام. إذا شيخنا السؤال السادس اللي هو أذكار المساء طبعا ووقتها، ونتكلم يعني عن هذه الأمور إن شاء الله. طبعا هو الأفضل قبل المغيب، يعني الأفضل هذا حتى الإنسان يدخل الليل وهو قد ذكر الله عز وجل ويكون في حرز في أمان يعني من الشيطان الرجيم. وكل ما ذكر الله الإنسان كل ما خنس الشيطان، فأكثر الناس ذكرا هم أكثر الناس حصنا. جميل. نعم. وحتى الإمام النووي في الأذكار قال، سئل العلامة ابن الصلاح كيف يكون يعني متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال أن يفعل أذكار الصباح والمساء كاملة، وتلك الأذكار التي وردت في سنة سيدنا المختار صلى الله عليه وسلم، هنا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني أنا أتعجب الآن كثير من الناس يمشي الأسواق، خاصة النساء وجهوا إليهن يعني هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي يعني هو حسنه بعض أهل العلم، أنه من قال دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة يعني مليون، محى الله عنه 1000 1000 سيئة مليون، ورفعه الله تبارك وتعالى 1000 1000 درجة. الله أكبر. العلماء يقولون هذا ذكر بسيط وقليل، لكن الأجر كبير، لأن هذه مواطن الغفلة. عجيب، سبحان الله. الأسواق مواطن الغفلة، فالذي يذكر الله في موطن الغفلة هذا الذي ينال تلك الأجور. فأنصح نفسي المقصرة ومن يسمعني الآن ويشاهدني، إنه إذا دخلنا الأسواق نعلم أبناءنا هذا. جميل. حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جميل. ندخل في هذا، مليون حسنة، مليون سيئة تمحى، مليون درجة ترفع، يعني أجور كبيرة. لكن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله. لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي به مؤمنون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر. والذي يذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صحيح. والبيت الذي لا يذكر لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. صحيح. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين أمر على منازلهم، وإن لم أكن رأيتهم حين نزلوا بالنهار فكانت بيوتهم عامرة بذكر الله عز وجل، يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف كابرا عن كابر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وأيضا تدري الواحد في هذه الدنيا ربما يعني ينسى ويغفل عن بعض الأذكار والأمور، وجميل أن الواحد يعني يضع له بعض الأمور التي تذكر. يعني الآن التطبيقات صراحة في الهواتف نعمة صراحة من الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا أنت ناسي اصلا انه بيأذن بعد شوي ذكرك اول شيء بموعد الصلاه، ويقول لك الان اذكار الصباح، الان اذكار المساء، الان اذكار كذا، وتفتح التطبيق جميع الاذكار موجوده، ويعني سهله وتعين الواحد على الاذكار. ايضا الواحد هو يقدر يضع بعض الاذكار وبعض التذكيرات له لكي لا ينسى ولكي لا يغفر عن ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه هي النفس، ينسى الواحد كثير من الامور، فمثل ما احنا نضع لنا بعض الامور في التقاويم تذكرنا، لا باس ان احنا ايضا نعين انفسنا ان احنا نذكر الله تبارك وتعالى ولا نغفل عن ذكره عز وجل. اذا السؤال السابع الذي طرحناه يقول ما هو افضل الذكر في ليله ويوم الجمعه؟ معنا ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا ناصر. السلام عليكم. علينا وعليك، والله يجزاك خير يا ناصر. يا ناصر السؤال يقول ما هو أفضل الذكر في ليلة ويوم الجمعة؟ صلاة على النبي. أحسنت، عليه الصلاة والسلام، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معاك لاستلام هذه الجائزة. أطرح عليكم أيضا السؤال الثامن، يقول
هل يشرع قضاء الأذكار إذا فات وقتها مثل أذكار الصباح والمساء؟ أعيد السؤال مرة ثانية، هل يشرع قضاء الأذكار إذا فات وقتها مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة؟ إذا ننتظر أيضا منكم هذه الإجابة، ونرجع أيضا إلى مشايخنا للتفصيل في السؤال اللي طرحنا. إذا شيخنا، أفضل الذكر في ليلة ويوم الجمعة هو الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة ومنها، وفيه أهبط إلى الأرض، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تعرض علي. قال الصحابة مستشكرين: كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وحث على الإكثار من الصلاة عليه، ليس مجرد الصلاة عليه بل الإكثار من الصلاة عليه، لعظيم هذا اليوم وعظيم مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. أيضا فضيلة الشيخ تركي، أنا ودي أطرح إلى موضوع الأذكار، وأن الله تبارك وتعالى يحفظ العبد من العين والحسد والسحر وكثير من الأمور السيئة التي قد تعرض له في يومه. أيضا ودنا نتكلم، يعني إحنا حين كثيرا من الناس يشتكون من الحسد، فلان تكلمة صار فيه كذا، قال والله هذه عين، فلان لا والله سووا له عمل وسووا له سحر. صحيح، الله سبحانه وتعالى علمنا يعني أذكار وأمور أن احنا نلتزم فيها تحفظ هذه الناس، فأيضا ودنا يعني نتكلم في هذا الموضوع. نعم، لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى حرز للمؤمن، لأن الشيطان يخنس بذكر الله سبحانه وتعالى. ولما كان الشيطان يخنس من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يحفظ بذكره سبحانه وتعالى. فلذلك أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس حرزا، وأعظمهم حصانة من وساوس الشيطان ومن يعني نزغات الشيطان الرجيم. ولذلك يستحب لي العبد أن يحصن نفسه بهذه الأذكار، وكذلك يستحب للوالدين أيضا يحصنوا أبنائهم بهذه الأذكار، وأن يعلموهم ويحفظوهم هذه الأذكار ليتحصنوا بها ويتحرزوا بها عن يعني وسوسات الشيطان ونزغاته. فلا شك أن ذكر الله تعالى حرز، وهو حرز حصين، يعني يحارب به ويحترز به ويتحصن به من كيد الشيطان ونفثه ووسوساته. فيعني ينبغي للعبد المسلم أن يحرص عليه. صحيح. نعم. صحيح، خاصة يعني في موضوع يعني الواحد لما يخرج من المنزل، يدخل المنزل، أيضا يعلم الأبناء مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ، لأن سبحان الله الآن كثير من الأمور اللي هي على يعني تتصل بأحد الرقاة ويقول لك عن موضوع أن الواحد شاك فيه عين ولا حسد ولا سحر، يعني يمكن الواحد بخير وطيب ما في شيء، لكن سبحان الله يدخل وسواس. لكن مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا داوم الواحد على هذه الأمور أصلا حتى الوسواس أنه فيك شيء ما راح يجيك، لأن قلبك مطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، فنسأل الله من فضله. إذن معنا اتصال للإجابة على السؤال الثامن. من معنا؟ حياك الله يا روان. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام، حياك الله. يقول السؤال يا روان: هل يشرع قضاء الأذكار إذا فات وقتها مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة؟ هل يشرع القضاء أم لا يشرع؟ نعم يشرع. أحسنتي، هذه هي الإجابة الصحيحة، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. السؤال التاسع يقول: ما حكم نشر بعض الأذكار دون التثبت من صحتها؟ ما حكم نشر بعض الأذكار دون التثبت من صحتها؟ أيضا ننتظر الجواب منكم، ونرجع أيضا نتناقش أيضا في سؤالنا شيخنا موضوع قضاء الأذكار. ما في شك أنه الإنسان إذا فاته هذا الأمر العظيم أن يقضيه، كما أنه يقضي
تلاوة القرآن إذا فاته حرزه من ورده من الليل أن يقضيه صباحا، كذلك من كان يقوم الليل ولم ينم أو نام ولم يستطع أن يقوم يجوز أن يقضيه بالنهار، ثم بعد ذلك كذلك الأذكار. وطبعا الأفضل أن يفعل الذكر في وقته، لكن حتى لو لم يتيسر ذلك يقضيه إن شاء الله تعالى، الله تبارك وتعالى يجعله في حرز وفي حصن من الشيطان الرجيم. جميل، جزاك الله خير. فضل هذا شيء أذكار المقيدة المؤقتة، القضاء إنما هم في الأذكار المقيدة المؤقتة. نعم صحيح، وهكذا سائر العبادات المؤقتة يشرع قضاؤها، أما غير المؤقتة فهي مفتوح الوقت، يعني الأمر فيها مطلق. صحيح. يعني جميل جميل، جزاكم الله خير مشايخنا على هذه التفاصيل. ومعنا اتصال أيضا للإجابة على السؤال التاسع. السلام عليكم، معنا أسماء. السلام عليكم. معنا بسمة. السلام عليكم يا بسمة. وعليكم السلام، حياك الله. يقول السؤال يا بسمة، ما حكم نشر بعض الأذكار دون تثبتي من صحتها؟ هل هذا جائز أو غير جائز؟ لا 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 يصلح، لا، لأن المسلم مطالب شرعا بالتدين. أحسنتي، هذه هي الإجابة الصحيحة، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. يقول السؤال العاشر، ما هو الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز من كنوز الجنة؟ أعيد السؤال مرة ثانية، ما هو الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز من كنوز الجنة؟ ننتظر إجابتكم، وأيضا راح نتكلم عن السؤال السابق وأيضا نفصل فيه أكثر. إذن الشيخ تركي، موضوع نشر الأذكار يعني في هذه الأيام ومع سهولة التواصل وإرسال الرسائل يعني ممكن مسوي أزمة يعني كبيرة، خاصة الأشياء اللي ما أدري وين تطلع. أرسل هذا الدعاء، الدعاء أصلا يكون غلط، وإذا ما أرسلت حق 10 راح ينقص راتبك الشهر الجاي. فوايد يعني أشياء صراحة قاعدة تنشر، والناس لا، والناس يعني ينشرونها دون تورع، طبعا من باب إيش؟ أنه يريد الخير، يريد أنه ينشر الخير ويريد ينشر ذكر الله تبارك وتعالى، يخاف أيضا من هذا ويخاف أيضا من مسألة العقاب أيضا. فودنا إحنا أيضا نوجه رسالة في هذا الموضوع، وأن أهميته، وأن الذكر يعني مش مجرد أي واحد يبي الخير ينشر أي شيء دون تثبت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد ينبغي أن يحذر منه المرء وأن لا يعين على نشر هذا الكذب. ولذلك ينبغي أن يتثبت، والتثبت الآن سهل، هناك مواقع يعني يمكن بسهولة الرجوع إليها والتحقق من كون هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، ثابت أو غير ثابت، صحيح، قبل أن ينشر هكذا ثم يبتلي الناس ويمتحنهم في هذا. صحيح. ويأمرهم إذا والواحد يحس بالذنب أرسل ولا ما أرسل. نعم نعم، فلذلك ننصح الناس جميعا بأن يحرصوا على، وأن هذا الموضوع عظيم شيخنا، يعني أكيد. يعني مثل ما ذكرت أنه ربما يكون فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الذكر شيخ. صحيح. الذكر ينبغي التوقيف، يعني يشترط فيه، يعتبر فيه التوقيف، بمعنى أنه يعتبر أن يكون هذه الألفاظ كما هي. جميل. لا يجوز التصرف فيها ولا، والثواب مرتب على هذه الألفاظ، ودليل ذلك حديث البراء بن عازب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على مضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ولجأت إليك. نعم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب فرددتها، فقال في أثناء الترديد آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. الله أكبر، فاستوقفه عند هذا. جميل. قال بعض العلماء وبعض الشراح إن هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التوقف عند ألفاظ الأذكار. جميل، يعني ما يصير أنا أجيب لا الذكر بالمعنى، لا، لازم أجيب اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من التقيد بألفاظها. فالذكر مما ينبغي التقيد بألفاظه، أذكار الصلاة كأذكار سائر التعبدات، كذلك الذكر المطلق. جميل. الذي رتب عليه الشارع الثواب، فهذا مقيد بهذا اللفظ، هذا الثواب مقيد بهذا
اللفظ، فينبغي التقيد بهذه الألفاظ الواردة وعدم التصرف فيها بخلاف الدعاء. أمر الدعاء الأمر فيه واسع. جميل، جزاك الله خير فضيلة الشيخ تركي على هذا التفصيل في هذه الإجابة. وأيضا نحن نحث أيضا أخواننا المشاهدين والمشاهدات ومن يسمعنا على الالتزام بهذه الأمور وعدم نشر أي شيء دون تثبت وتأكد. معنا اتصال الإجابة على السؤال الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، حياك الله. يقول السؤال: ما هو الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز من كنوز الجنة؟ ما هو الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز من كنوز الجنة؟ ما هو الذكر الذي قال عنه النبي أنه كنز من كنوز الجنة؟ هذا السؤال إيش جواب هذا السؤال؟ انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. هذا هذاك احنا عندنا السؤال اللي طرحناه قبل شوي مع فضيلة الشيخ، ان احنا لا يجوز ان احنا ننشر هذه الاخبار. وايضا عندنا الاجابة على هذا السؤال هو: لا حول ولا قوة الا بالله. اذا مشاهدينا الكرام، اشكر مشايخنا معنا في هذه الحلقة وعلى تفصيلهم في موضوع ذكر الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله. موعدنا يتجدد معكم في تمام الساعة الرابعة مساء من مساء الغد. إلى ذلك الحين ابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،